بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا لحضراتكم، نطمن فيها على النادي الأهلي ونطمن فيها على منتخبنا الوطني، وكمان عندنا كالعادة بعض القضايا اللي بنناقشها مع حضراتكم. ومعنا فقرتين، الفقرة الأولى معنا الكابتن ياسر ريان والكابتن جمال مساعد، والفقرة الثانية بنحتفل بنجم كرة الطائرة الكابتن محمد عادل وكابتن مايا ممدوح، ومبارك لهم على الهوا. وفقرتنا قصة حب أهلوية اللي بنرجعها من تاني، خصوصا اللي احنا عارفين في ألعاب جماعية بيرتبطوا ببعض وموجودين، ونعرف قصة الحب الأهلوية ابتدت ازاي. خلوني في البداية أطمنكم على فريق كرة القدم. في النادي الأهلي بيستعد بشكل كويس جدا لبداية الدوري وانطلاقة الدوري، ودايما لما نتكلم على النادي الأهلي بنتكلم على ضربة البداية. ضربة البداية بتبقى إشارة للجميع، وده اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام البدري مع مجموعة اللاعبين الموجودين، وكمان هتنضم المجموعة الاثنين لاعبين اللي استبعدوا من المنتخب، أحمد الشيخ وأيمن أشرف. وفي لعيبة موجودة مع المنتخب، لكن احنا النهاردة ما هنتكلم على مباراة بكرة. النادي الأهلي عنده كمان مباراة ودية إن شاء الله مع نادي النصر الساعة 5، كل ده في إطار الاستعدادات. خلونا نروح لزميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، نطمن أكتر على فريق كرة القدم والجهاز الفني بيقول ايه للاعبين والمعسكر اللي موجود فيه الان اللاعبين. امير برحب بيك. تحياتي لك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. امير طمنا على فريق كرة القدم، نوعية التدريبات اللي موجودة، الاستعدادات لمباراة كمان بكرة الودية ان شاء الله. طبعا الفريق بيستعد في الفترة دي يا كابتن شادي لبداية الموسم الجديد، بالتالي هي استعدادات مهمة جدا. اكيد النادي الاهلي مركز دايما، البدايات دايما بتبقى مهمه والانطلاقات دايما بتبقى مهمه، وبتدي دفعه كبيره جدا للفريق لمواصله مشواره في مختلف البطولات، بتحديد بطوله الدوري وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي الاستعداد قوي جدا من الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري وايضا اللاعبين الموجودين في الفتره الحاليه، طبعا لاعبي النادي الاهلي. النهارده يمكن النادي الاهلي بيواصل استعداداته في المعسكر المغلق اللي مقام حاليا في مدينه 6 اكتوبر وبالتحديد على ملاعب مشروع الهدف. بالتالي النهارده النادي الاهلي كان عنده مران مهم من الناحيه البدنيه، يمكن ما كانش مران قوي قوي، خصوصا ان الفريق خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا كان تدريبات قويه جدا من الناحيه البدنيه بعد عودتهم من اجازه استمرت حوالي 6 أو 7 أيام للاعبي النادي الاهلي بعد موسم شاق وطويل قدر النادي الاهلي يحقق من خلاله الثنائيه، وايضا قدر ان هو يتاهل لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. النهارده المران ابتدى في تمام الساعه 5 مساء، كان في بعض الجوانب البدنيه الخفيفه، بعض تدريبات الكوره ايضا، ومع نهايه المران كان في طبعا تقسيمه كده تحت اشراف كابتن حسام البدري. جميع اللاعبين المتاحين الكابتن حسام بدري يمكن النهارده تالقوا خلال التقسيم بشكل جيد جدا، وظهروا من الناحيه البدنيه بشكل ايضا اكثر من رائع. بالنسبه لحاله المصابين بالتحديد اسلام محارب، مؤمن، زكريا جونيور، اجايب، كلهم بيشاركوا النهارده في المران بشكل جيد جدا، شاركوا في تقسيمه ايضا بشكل قوي جدا، بالتحديد اسلام محارب. يمكن اسلام كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت ان هو عنده بعض الالام في الحوض، لا هو خلاص قدر يتخلص من هذه الالام واصبح جاهز بشكل كبير جدا ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي. بكره ان شاء الله هيكون في مباراه الوديه الاولى للجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله امام فريق النصر، بيستعد من خلالها او بيواصل من خلالها فريق استعداده لمباراه طلائع الجيش في بدايه بطوله الدوري، وايضا دي المباراه الاكثر اهميه طبعا، مباراه الترجي التونسي في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون يوم 16 من شهر 9، وطبعا دي مباراه الذهاب اللي هتكون في مدينه الاسكندريه بتحديد ملعب برج العرب. بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن شادي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. النهارده مع نهايه المران كده كان في بعض التدريبات الاضافيه لجونيور اجايي ووليد سليمان، واضح ان هم محتاجين بعض الجرعات التدريبيه زياده، خصوصا جونيور اجايي ان هو كان عنده اجازه يمكن في نيجيريا ومسافات بعيده، فبالتالي كان محتاج بعض التأهيل البدني المضاف بالنسبة له. النهاردة كان عندهم بعض التدريبات الإضافية بعد نهاية المران. بشكل عام أيضا خليني أقول لك بيبقى في حالة تفاؤل كده للجهاز الفني واللاعبين يا كابتن شادي ببداية المعسكر من خلال مدينة 6 أكتوبر تحديد السنة اللي فاتت، يمكن الفريق برضه كان عنده معسكر قبل بداية الموسم في نفس المكان، وقدر من خلال المعسكر ده الفريق ان هو يسير في بطولة الدوري بطولة كأس مصر بشكل جيد جدا، وحتى الآن أيضا في بطولة أفريقيا بشكل
جيد جدا، تركيز كله ان شاء الله خلال الفتره الجايه على مباراه طلائع الجيش وايضا مباراه الترجي. مباراه طلائع الجيش هيشارك فيها يمكن بعض اللاعبين الجداد اللي ممكن يكونوا انضموا للنادي الاهلي حديثا، سواء اسلام محارب، هشام محمد، وليد ازارو حسب مشاركته مع منتخب المغرب. لو مش مجهد ممكن يشارك في ماتش طلائع الجيش، لكن الشيء الاهم هو للجهاز الفني هو مباراه اكيد الترجي، اكيد مباراه مهمه جدا، والنادي الاهلي يمكن ينقصه بس بطوله دوري ابطال افريقيا عشان ان شاء الله يقدر يحقق ثلاثيه تاريخيه للنادي الاهلي السنه دي بعد تحقيق ان شاء الله بطوله الكاس. امير، مفيش حد مصاب؟ طمنا اللاعبين، في اي اصابات؟ لا مفيش اي اصابات، كل اللاعبين جاهزين بشكل كويس جدا. يمكن هو الفتره دي اللي بيتمرن في الفريق كابتن شادي حوالي 22 لاعب بالظبط بالتحديد، خصوصا ان في بعض اللاعبين في منتخب مصر وايضا بعض اللاعبين سواء وليد ازارو في منتخب المغرب وعلي معلول في منتخب تونس عندهم مباريات اكيد مهمه جدا في تصفيات كاس العالم، نفس الحال بالنسبه للاعبين منتخب مصر. خليني اقول لك ان ايمن اشرف واحمد الشيخ بعد استبعادهم من معسكر منتخب مصر هينضموا للفريق ان شاء الله بدايه من يوم الخميس، هم النهارده خدوا اجازه وبكره هيبقى اجازه مش هيشاركوا في مباراه النصر، هينضموا يوم الخميس. يوم الجمعه هيكون اجازه اللي هو اول ايام العيد طبعا كل سنه وكل جماهير النادي الاهلي كل طيب يا امين طيبين، واكيد هيعودوا للتدريبات يوم السبت ان شاء الله ثاني ايام العيد عشان يواصل الفريق ان شاء الله استعداده بشكل جيد جدا للمرحله المهمه جدا المقبله. مين من قطاع الناشئين مع الفريق يا امير؟ موجود احمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان متواجد، احمد حمدي موجود ايضا، احمد حمدي يمكن هو عنده عرض من اندونيسيا الايطالي لحد دلوقتي يمكن في موافقه فنيه من كابتن حسام البدري لكن الناحيه الماديه لسه ما اتحسمتش ما بين اداره النادي الاهلي وفريق اندونيسيا الايطالي، اكيد هي فرصه كويسه لاحمد حمدي لكن الموضوع لحد دلوقتي لسه ما انتهاش بشكل رسمي. احمد رمضان بيكهام احد العناصر المهمه جدا ايضا في نص الملعب متواجد في التدريبات، احمد ياسر ريان احد العناصر المبشره جدا في خط هجوم النادي الاهلي لعيب جيد جدا، دول من ضمن اللاعبين الناشئين او من قطاع الناشئين المتواجدين بالاضافه لاكرم توفيق. اكرم توفيق ايضا يعتبر سنه صغير لكن لعيب ايضا مهم بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي وعلى فكره بيأدوا بشكل جيد جدا وممكن الجهاز الفني يحتاجهم في اي وقت من الاوقات طبعا خلال مباريات الموسم ان شاء الله. امير، حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا اكيد نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في المرحله المهمه المقبله، سواء بدايه بطوله الدوري تبقى انطلاقه قويه ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نفوز على فريق الترجي بنتيجه مريحه في مباراه القاهره ان شاء الله. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك يا امير على المجهود اللي انت بتبذله، شكرا جزيلا. كمان عايز اتكلم، بس قبل ما اروح للمنتخب عايز اتكلم في التوقيت ده نشرح لحضراتكم اكتر فنيا وكوره، بيبقى في معدلات التدريبات اللياقه البدنيه خصوصا بتبقى عاليه عشان كمان